مبروك كابتن عادل، فوز غالي للنادي الاهلي النهارده على نادي الاتحاد. باقي 7 ماتشات علشان توصل تبقى العقل. بس ده ماتش مش مؤجل، ده الجوله رقم 26. بس باقي انا بحسبها على فرق النقاط. مالهاش دعوه مؤجل او مش مؤجل. لا بحسبها فرق النقاط. لا ما هو بيراميدز هيلعب عادي. اوكي بحسبها فرق النقاط. من الماتشات بتقرب. باقي لك 7 مباريات. اي ماتش بيراميدز هيلعب. باقي لك 7 مباريات على انك انت تطلع على القمه. زي ما قال الكابتن اسامه ودي حقيقه، لما النادي الاهلي بيكسب بتدبدب وراه، والكابتن شريف قال كده عشان بيبص لي. فلما تكسب كانك بتدبدب ورا الفرقه اللي وراك. بيراميدز بالذات لما يكون ما عندهمش الخبرات بتاعه الدوري فبتلاقي فيها صعوبه عليهم شويه. بس هو في نقطه تانية يعني، وهتلاقي كمان عايز اقولها ايه، بس عاوز انقيها حلوه يعني. هتلاقي كمان يعني كل واحد ياخد حقه يعني، لما تقرب كل واحد ياخد حقه. ايوه لان كل لما تبقى بعيد ومتداريه احيانا ما بتساويش، احيانا ما يعني يا رب تكون الناس فهمت يعني، لانه مش طبيعي جدا انك انت تساعدني كتير. ساعدني ماتش، ساعدني 2 3 4 وانا شايف فعلا ان في صعوبه على النادي الاهلي السنه دي. صعوبه ايه اللي مصعبها يا كابتن؟ انك انت سيبك من عدد المباريات، انت قدرك انك انت بطل وبتروح تلعب بطولات وبتكسب بطولات قاريه علشان تمثل بلدك وده الاهم. اما بطوله الدوري بالنسبه لك والنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ممكن تقدر تقول عشان خد بطوله افريقيا، لكن اتمنى ان دائما البطولات اللي بتاهل الفرق اللي تلعب في البطولات الافريقيه تبقى فيها عايز اقول لك قدر كبير قوي من الحرص على كل واحد ياخد حقه. انت فاهمني؟ فاحنا اتمنى الفتره القادمه يبقى فيه يعني محاسبه شويه للحكام. بالمعنى ايه؟ بالمعنى انه يبقى فيه رقابه قويه جدا، لان كره القدم لا يحل الا لما يكون فيها عداله تحكيميه قويه جدا. انا مش بروح لحته يعني، واحتراما للحكام، ودي حاجه مهمه جدا. حكامنا بخير على فكره. ومحاسبه كمان، انا ضم صوتي ليك طبعا، ومحاسبه للمخطئ، لمن اخطا في المنظومه كلها. بص يا كابتن، ما حدش يخاف من حد، احنا عناصر اللعبه يعني، ادي كل واحد حقه. عناصر اللعبه لاعبين وحكام، ودول من اهم العناصر، اللاعبين ثم التحكيم العادل يقدر يخليك تقدر تأدي كويس وتعمل دوري كويس. انت مش هتعرف تعمل تحكيم قوي لما يحترم. انت فاهمني؟ لازم الحكم يحترم جدا. احنا بنشوف اوروبيين كتير بيخطئوا، بنشوف في مباريات كبيره قوي بيلعبوا في بطولات عريقه وفي كاس عالم، ولكن في فلسفه عند الناس احترامهم للقائد اللي جوه الملعب اللي هو في الوقت ده الحكم. حتى لو اخطأ، هو حتى لو اخطأ، ما هو بص بيحسسوا الحكام دايما ان هم خطأهم غير مقصود. احنا في مصر هنا كتير قوي بنحسس حكامنا انك انت قاصد حتة انك انت تغلط بتوصل تعمد يعني. ودي غلط يعني، ودي غلط. حتى لو في تعمد مره هيبقى مره واثنين وثلاثه مش هينفع. صحيح. انت بيبقى في مره يا كابتن ايمن، ولازم حته التحكيم تبقى فيها قدسيه شويه. لازم اللعيب اللي يخطا في حكم او اي موقف فيه خطا لحكم لازم يبقى فيه ردع كبير. ولا اقول لك حاجه، ولو من لعيب النادي الاهلي، انا بقولها لك اهو، لو حتى من لعيب النادي الاهلي لازم يبقى فيه ردع كبير جدا علشان تعدل المنظومه التحكيميه. صحيح.